خطير جدا خارج ملعب. وادي التسديده، ولد شناوي يا ولد شناوي، كره قويه، كره قويه مسدده من بعيد. ادي الكره القويه والتسديده من اللاعب ارانديسي، امامنا اهو اللاعب قلب الدفاع، ادي ارانديسي ولا حضرتك جايب هدفين؟ لا ده اللي سدد رقم 8 اللاعب كيكانا، كيكانا هو اللي سدد امامنا، كيكانا ادي كيكانا سجل في مرمى ليوبارد، لكن الشناوي يتألق، كرة خطرة قوي بعد 9 دقايق والشناوي ورك